سلام بنات الامهات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا من العنوان الفيديو ديال اليوم على غساله الاواني ال جي، غادي نعطيكم جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوها، جميع الاسئله اللي كتدور لكم في بالكم غتلقاو الجواب ديالها هنايا. العبار ديالها بالسنتيم، كيفاش نزيدوا الملحه، وعلاش شاي ماء هلكتنا في الملحه، ونعطيكم الحل. وكذلك غادي نبارطاجي معكم التنظيف ديال الفلتر باش ما يتجمعوش لكم الروائح وما تعطيكم شريحه خانزه في الماكينه ديالكم. وغادي نعطيكم بروغرام بالنسبه للناس اللي ما قاريش. مهم، فيديو شامل كامل مكمول اليوم. هنا في الفيديو وريتكم بالله راني درت بالنصيحه ديالكم، حيت بزاف ديال البنات قالوا لي جربي فلوطه. ايوا انا لاله شريته ونجربوا ديك الساعه ان شاء الله نرد عليكم التجربه. وكذلك غنبارطاجي معكم المعنات اللي ما خاصكش ديري فيها، المعنات اللي خسروا ليا ولحتهم وكذلك لي برودوي اللي كيصلحوا لهاد الماكينه مع الاثمنه، حيت مشيت للسوق البنات، مشيت لاسواق السلام وانا ريت صدمت في الاثمنه، وشي اثمنه خياليه. وغادي نعطيكم البديل ديال اسواق السلام والشي الاخر. مهم، الفيديو كامل مكمول. اي وحده ما كتفهمش في هاد الماكينه ولا ما كتفهمش في لي بروغرام ديالها، كسوسوا كنتي قاريه ولا ما قاريش، تبعي الفيديو. الفيديو ماشي مشكل، اليوم غيكون شويه طويل ولكن راه فيه استفاده للجميع. وكما العاده الحبيبه ديالي، الا عجبك الفيديو ديري لايك وشاركي معايا في القناه وخلي شي كومونتير زوين. كما كتشوفوا في الفيديو اللي حطيت لكم، نصحوني بزاف بهذا هاد لي طابليت ديال بيم، قالوا لي راه الثمن مناسب واقتصادي وزوينين وهذا. قلت علاش لا ما نجربهمش معاكم، حيت الاغلبيه ديال البنات حداهم بيم. ايوا ملي مشيت نشوف لالا لقيت 50 طابليت ب 69 درهم الله اكبر، اش هاد الثمن؟ الله، بزاف البنات، ماشي اقتصادي نهائيا. وبقيت فليتها شي الباكيه ديال هاد، فليتها بغيت نقلب على سامسونج ولا ال جي ولا بوش ولا شي ماكينه زعما باش نزعم نشريها، واخا الثمن ما زعمنيش ما لقيتهاش، حطيتها ورجعت. مشيت عند مول اللي كيبيع داكشي اللي كيجيب من اسبانيا. شوفوا تخيلوا معايا 110 طابليت. فينيش هي احسن ماركه في العالم كامل، هي وفيري. فينيش 110 ب 110 دراهم، ثمن درهم للطابليطه، يعني تقارنوها مع الثمن ديال بيم، يعني بيم راه ماشي اقتصاديه نهائيا. شوفوا هذه ديال 30 طابليت، ديال 30 طابليت قال لي 40 درهم، ولكن انا عارفه كو الى تاويت معاه خلي عليا بديك 35 درهم بحال هكاك. هنا كنوريكم كاينه بيكو بوش، ها هي بالاحمر. سامسونج كنقول ليها ويلي فين هي ال جي، واش هادشي ما كيلاقش ال جي؟ قال لي لا راه غير مثلا الشركات اللي دايرين لهم اشهار. شوفوا هنايا شحال لقيت من شركه، هادي كرتونه اخرى. انا غاده على قبل الملحه، هي هادي فينيش فيها 2 كيلو البنات، راه كاينه فينيش الملحه ديال كيلو وديال 2 كيلو. الثمن ديال 2 كيلو راه خديتها ب 40 درهم. وكذلك الملمع، شوفوا الملمع هذا اكس ال، يعني كبير، ملمع غيضرب لك العام كامل. شري قرعه وحده كما ضربت لي انا، شريت قرعه وحده من نهار شريت الماكينه لدابا باقا كتسمع فيكم، راهي باقا كنستعمل فيها. هذا بلاص ما غتشري الطابليت كتشري هذا ليكيد، فيه 35 غسله. بحال مثلا تشري قرعه في الشهر، الا كنتي كتستعملي الماكينه كل نهار فيه 33 زائد 2، يعني راه 35 يوم وانت كتستعمليها. الثمن ديالها 50 درهم، والملمع حتى هو 50 درهم، يعني الا شريتي هذا ديال الملمع راه صافي نسيه. الملحه حتى هي الا شريتي 2 كيلو، انا غنقول لكم علاش السبب علاش كتنقص لكم الملحه. ايوا شوفوا لي الاثمنه اللي كاينين في اسواق السلام، لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت لكم الملمع لقيته ب 50 درهم ياك. شوفوا الملمع هنايا في اسواق السلام الثمن ديالو 99 درهم. واجي شوفوا لي هادو لي طابليت ديال فينيش، يعني اخر ما خرجت فينيش. شوفوا كاين هنا بيكو ال جي بوش، يعني الاخر ديال فينيش، الثمن ديال 45 طابليت ب 99 درهم، والثمن غالي بزاف. اما يا لالا واحد الملحه، والملحه انا كنت قلت لكم خديتها ب 40 درهم 2 كيلو. ايوا شوف يا لالا هنايا الملحه دايره 69 درهم. واش الملحه انا غادي ناكلها باش نشريها بالثمن؟ راه ما يمكنش، بغي ناكلها وما نشريهاش بالثمن. شوفوا اكواسيل هذه حتى هي زوينه، هذه اول ملحه خديت للماكينه ديالي
كأول استعمال ناقصة في الثمن، هذه ب35 درهم، وبحال بحال نقص عليها ب5 دراهم. الله اختي الله، واش حنا كنعانيو من غلاء الاسعار ونزيدو نعانيو حتى مع هاد لي برودوي ديال الماكينه؟ البنات ما ننصحكمش تشريو لي برودوي من اسواق السلام ولا من مرجان. مهم اي غران سورفاس ما تشريوش منها، لحقاش الاثمنه كيكونوا مضوبلين. ومالنا على هاد الحاله، غسلهم بيدينا وما نشريوش بهاد الثمن. يعني البنات اللي حداهم، الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال اسبانيا، هادشي اللي كيبيعوا داكشي ديال المواد التنظيف، راه عندهم، راه موجودين، والاثمنه جد مناسبه. كيف ما كتشوفوا الماكينه ديالي فيها 3 ديال لي زيطاجير، هنا بلاصه المعالق كتكبر وكتصغر، يعني على حساب الحجم ديال المعنات ديالك. هنا عاوتاني كاين هاد الغونجمون، هاد المنظمه بالنسبه للكيسان اللي كيكونوا عندهم الراس طويل ديال العصير مثلا، كتست فيهم على هاد الشكل. وكما كتشوفوا كاينه هاد البلاصه فين كديري الطباصل ولا الكيسان، ممكن تهزيهم ولا تحطيهم، يعني على حساب النوع ديال المعنات ديالك كي تطواو. هانتوما كما كتشوفوا، بغيتي طويهم طويهم، ما بغيتيش طويهم ما طويهمش. وكذلك كتجي الرف التحتاني حتى هو كبير بالنسبه الى كانوا عندك المعنات كبار، طناجر، المقالي، كوكوت، اي حاجه. وتا هي فيها هاد العيبات كي طوالو كي صغارو، هنا مضوبلين هادوك العيبات. يا اما كديري مساحه كثيره يعني كبيره، يا اما كتقلي المساحه، كتهبطي هادو كتولي عندك مساحه كثيره باش تحطي المقله ديالك الا كانت كبيره. يعني راه كبيره الماكينه وفيها اسي دي سباس، يعني راه كتهزيه. وانا ملي كنعمرها، يعني راه كنعمرها مزيان، قالوا لي البنات راك كتعمريها. انا البنات مرتاحه في هاد العماره اللي كنعمرها، والحمد لله كيخرجوا ليا نقيين. وانتم الا ما كنتوش كتبغيو تعمروها ما تعمروهاش. هنا البنات، هذا هو السيغي الموديل ديال الماكينه ديالي ال جي. هانتوما سكرينيوها الا كنتو بغيتو تاخذوا بحالها. وكما كتشوفوا هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل. عندك 3 لي برودوي اساسيين، والرابع نقدر نقول لك ممكن ما ديريش. اول حاجه الملحه، الملحه مهمه بزاف، هي باش كتصفي لينا الماء وكتحيد لينا الكالكير من الماء باش ما تخسرش لك الماكينه. كنشري، عقلوا على الثمن، كنشري 2 كيلو، كنشريهم ب40 درهم. يعني الا زاد عليك اكثر من 40 درهم قولي لي لا، انا خويا كناخذها ب40 درهم. كاينه اكواسيل، اكواسيل راه كاينه في حتى هي زوينه، حتى هي جربتها اول ملح درت في الماكينه ديالي من نهار شريت، حتى هي زوينه الحمد لله. خدي راه كاينه، وريتها لكم، دايره 35 درهم. كاين الملمع، الملمع البنات من نهار شريت الماكينه ديالي وانا شاريه قرعه واحده، يعني قرعه واحده عام ونص دابا وهي عندي. هذه اول قرعه شريتها، راه شوفوا راه فيها 160 غسله. وراكم عارفين انا ما كنستعملش الماكينه ديالي كل نهار، كنستعمل نهار ايه ونهار لا. الثمن ديال الملمع 50 درهم، ما تفوتيش فيه 50 درهم، 50 درهم غضرب لك العام كامل. يعني الا لقيتي كثر من هاد 50 درهم ما تاخديهاش، بدلي هذاك الملحانوت اللي خديتي من عنده سيري قلبي عليها. باش هكا راه حنا كنقلبوا ديما على الاقتصادي. ولي طابليت البنات، لي طابليت نتيا وشنو بغيتي، كاينه ديال 30، كاينه ديال 40، كاينه 45، كاينه 100، كاينه 110. كل ما شريتي العدد كبير كل ما كيتنقص في الثمن. انا اول مره كنت كنشري ديال كل شهر، كنشري ديال 30 طابليت. هاي هذه اللي وريتكم. يبقى اللون الاحمر في الفينيش هو احسن لون، هو والموف. وعقلوا البنات، انا لي طابليت ديال الفينيش 50 طابليت شريتها ب60 درهم، وهذيك اللي وريتكم في بيم راه دايره 69 درهم، راه زايده فيها 9 دراهم، راه كيلو البطاطا هذا كتعشى بيه وتغدى بيه. المهم عقلوا على الاثمنه باش ما تقولبوش. وهادو هما الاساسيات. وعندي ديك القرعه الصغيره ديال كازينو، هذيك ديال النيتواياج، كديرها من 3 شهور 3 شهور ولا 6 شهور 6 شهور. هذه هي البلاصه ديال الملمع، كتحليها كتعمري حتى كتوصلي للماكس، من بعد ما كتبقايش تحليها نهائيا. انا راه ديجا عندي عامره، غير زدت معاكم واحد شويه حتى كديتيكتيها لك الماكينه، كتقول لك راه الملمع خوا، زيديني الملمع، عاد كتزيدي الملمع. يعني راه الملمع كيدير لك واحد المده كثيره.
شوفوا هنايا البلاصه ديال لي طابليت، كتحليها كتخشي الطابليت. الا ما بغيتيش ديري لي طابليت كديري السائل اللي وريتكم، راه حتى هو فيه 35 غسله كيدير 50 درهم، وكما كتشوفوا مكتوبه 15 و25 على حساب المعينات واش ممسخين عندك ولا ما ممسخينش. كانوا ممسخين بزاف ديري 25، ما كانوش ممسخين ديري 15. هنا كنوريكم ديستريبيتور ديال الماء فاش كنت خديتها، هذه اخر ما خرجت الجي، يعني هذوك لي زون ديالو كيدورو، يعني كيدورو في جميع الاتجاهات باش يغسلوا لكم كاع الماعن وما تبقى عندكم حتى شي حاجه مسخه. هنا فهاد البلاصه هي فين كنديروا الملحه، انا حليتها كاول استعمال لك للماكينه. كديري كيلو ديال الملحه مع اطرو ديال الماء. عندكم البنات مشيو ديروا شي ملحه ماشي هي، ولا تستعملوا الملح الحيه ولا شي حاجه، راه تخسر لكم الماكينه. البنات اللي كيبقاو يختارعوا من راسهم راه ما كيكملوش في هذا الشيء، يعني ديري الملحه اللي خاصه الماكينه. الماكينه راه كيجي معها الدواز ديالها، يعني ما عندك مناش تخافي، حيت الملحه كتشتت ولا تشتت لك في الماكينه وما جمعتيهاش راه كتصدي مع المده، يعني ردوا البال. ملي تكملوا ديروا الملحه كامله وديروا الماء كامل. بالنسبه لي انا راني عندي الماء عندي الملحه، بالنسبه لك نتيا ديري هادشي اللي قلت لك، كيلو ديال الملحه مع اطرو ديال الماء، وجمعي الملحه اللي شاطت لك. ولا ما بغيتي تجمعيها كيقول لك في الكتاب دوري الماكينه غسله وحده بلا طابليت بلا حتى شي حاجه بلا ماعن، يعني كتشلل من ديك الملحه، حيت الا بقات الملحه راه كما قلت لكم كتصدي. بالنسبه لي انا راه الملحه راه ما ناقصاش عندي نهائيا، ولكن غير درتها معكم باش تشوفوا تجربه، باش نحاول ندير لكم الفيديو كامل مكمول صافي. وتسديها تسديها ما تبقايش تحليها حتى ديتكتيها لك في الماكينه تبدا تسيني تقول لك زيديني الملحه. هنا بلاصه ديال الفلتر سهله، غير كتدوري كتهز. بالنسبه لهذا الفلتر هو هنا فين كاين السر، بغيتي الماكينه تصبر معاك وتطول معاك مده طويله تهلاي في الفلتر، بقاي كل سيمانه من الحد لحد ولا السبت ما مسالياش جبدي الفلتر ونظفيه، راه ميم با 5 دقائق كيتنظف ساهل ما فيه شي تمار. البونجا هذه ضروري كتكون عندي، ضروري هي باش كنحيد الاوساخ من الطباسل باش كنحطهم. البنات اللي كيقولوا احك الماكينه ما صالحه لوالو، الماكينه كتضيع الوقت كتضيع الجهد، خاصك تغسليهم عاد تحطيهم في الماكينه. البنات ما كاينه والو من هاد الهضره، انا فاش قبل ما نشري الماكينه كانت عندي نفس الفكره، وعلاش غنشريها وانا غاسني نشلل الماعن عاد نحطهم. ولكن ملي غتشريها وغتجربيها غتعرفي بحق الماكينه وغتعرفي بحق الوقت والجهد اللي كنتي غتبقاي واقفاه والوقت اللي استغليتيه وديتيها في راسك، حيت الحياه ما فيهاش غير الماعن والشقه والكوزينه، الحياه فيها بزاف ديال الحوايج، وحنا المغاربه دافنين راسنا غير في الكوزينه. يعني البنات اللي عندهم الامكانيات خذوا الماكينه، واقسم لكم بالله حتى غادي تنفعكم. بالنسبه لي انا ما كنشللش الماعن ديالي نهائيا، ما كنشللهم، كنحيد منهم بقايا الطعام بشي شيتا ولا شي كريريطا ولا شي بونجا، كنحيد البقايا الطعام وكنحط الميعنات، ماشي انا الكاس شاربه في اتاي نشلو عاد نحطو، لا كنحيد منه داك التخا ديال اتاي وكنحط في الماكينه ديالي. علاش كنحيدو داك بقايا الطعام؟ غير باش ما تبوشاش لكم الماكينه وتجمع لكم الوسخ وتجمع لكم الخنز. هذا هو الدور ديال الفلتر، هو انك يجمع لك داك البقايا الطعام، ومره مره خاصك تنظفيه. وكيقول لك واحد المثل مغربي، تكيس على حمارك تحجبيه، يعني تكيستي على الحاجه راه كطول معاك، ما تكيستيش معاها راه كتخسر لك. غير كنصحكم وباغا لكم غير الخير، وانتم راكم عارفين حسن مني، وكاين شي امهات ما شاء الله راه كبر مني. كما كتشوفوا هي هذه الماكينه فيها هذوك لي زوند ديستريبيتور ديال الماء كيدور، يعني جميع الاتجاهات، وما كديرش الصوت، سكوتي يا البنات وما كتاكلش الضو نهائيا. اما كما كتشوفوا مكتوبه انفرتر يعني اقتصاديه وما كتاكلش الضو، راني شرحت لكم بزاف هذه القضيه. كما كتشوفوا هذه اخر ما خرجت الجي فيها البخار، باش كتعرفوها فيها البخار هي هاد العيبات الليمونيين هنايا، هادو ملي كتلقوا البخار كاين تنظيف بالبخار اللي كيخرجوا لك معناتك مغسولين مزيان معقمين مقادين كلشي. اللي قبل من هاد الماكينه ما فيهاش هاد الخاصيه ديال البخار، يعني الا لقيتيها ما فيهاش هادوك الدوارات الليمونيين عارفين الماكينه راه
اللي قبل من هذه، هذه هي الاخرى. واش خرجت شي حاجه جديده؟ واش خرجت شي ماكينه اخرى؟ الله اعلم، ما عندي حتى شي درايه. بالنسبه للماكينه ديالي خديتها من الكترو بلانيت والثمن ديالها 7000 درهم، واش تزادت واش نقصات؟ الله اعلم. البنات اللي كيقلبوا حاليا على الماكينه وباغيين يشريوها يقولوا لنا الاثمنه الحاليه اللي كاينين في السوق باش هكا البنات يستافدوا. اول بروغرام البنات هو اوتو فيه 3 سوايع و15 دقيقه. هذا داروه الناس اللي ما قاريش، الناس اللي ما كيعرفوش الماكينه وما كيعرفوش لي بروغرام. بحال كتحطي فيه المعنات وكتقولي الماكينه شوفي انا ما بغاش نصدع راسي مع لي بروغرام، ديري داكشي اللي بان لك. وفي الاخر البنات كيخرجوا لك معنى كنقيين هما هادوك ناشفين، كلشي هو هذاك. وبالنسبه للبروغرام الثاني البنات هو انتنسيف، بالنسبه للمعنات اللي كيكونوا مسخين بزاف، ولا معناتك طيبتي فيهم وتحرقت لكم فيه الماكله، ولا الماكله كرمات باتت وكرمات لك في المعن، يعني كديري هذا البروغرام انتنسيف فيه 3 سوايع و27 دقيقه. ها هي كما كتشوفوا. وكاينه تحت منها اوتو نيتواياج فيها نجمه، بالنسبه فين ما كتبان لك نجمه يعني كتبقاي موركه واحد 3 ديال لي سكوند كتاكتيفا ديك اوتو نيتواياج. بالنسبه الى كنتي باغا الماكينه ديالك تنظف راسها براسها ان شاء الله، الا بغيتو الطريقه كيفاش راني نديرها معكم في الفيديوهات القادمه. وبالنسبه للوقت فكيشد ساعه و23 دقيقه. البروغرام اللي تابعو هو ديليكا، بالنسبه للمعنات اللي كيكونوا فراجيل بزاف يعني الزاج ديالهم رقيق بزاف، ولا المعن ديال المناسبات كيكونوا فيهم الزواقه ولا منقوشين ما كتبغيش ديك الزواقه تطير، كديري هذا البروغرام ديليكا فيه 2 سوايع و17 دقيقه كتكيس لك على المعنات بالحراره قليله. وهذا البروغرام ريفريش ما كاينش في الماكينات اللي قبل، يعني هاد الماكينه الاخرى هي اللي فيها هاد ريفريش، يعني المعنات اللي ما كيكونوش مسخين بزاف ما يمكنش لك تستعمليهم في جوج سوايع، كاينه ساعه و6 دقائق، يعني معناتك ما مسخيش ما كيحتاجوش الحراره بزاف ما كيحتاجوش الوقت بزاف. وهاد ايكو البنات كتوركوا عليها فيها 3 سوايع و15 دقيقه، بحال كتقولي الماكينه ديالك شوفي اقتصدي زيدي اقتصدي في الماء وزيدي اقتصدي في الضوء. واخا كدير لكم مده طويله ولكن راه كتوقف كتحبس كتخدم كتوقف كتحبس وما كتاكلش الضو نهائيا. هي الماكينه في الاصل ديالها ما كتاكلش الضو، ولكن الا زدتي درتي ايكو ما كتاكلش كثر. هاد غانساج كتبقاي الورك على واحد 3 سكوند كطلع لك 18 دقيقه. هنا بالنسبه للبنات الا بغيتو ديروا المعنات ديالكم وتبيتوهم، حيت بزاف ديال الكيسيون جاوني والشيماء ما كتخناش لك الماكينه، الله اودي علاش تخناز ليا وعلاش غيخناز لي المعن وانا كندير هاد البروغرام ديال غانساج؟ كندير حيت انا كنفايته قلت لكم الماكينه ديالي ما كنستعملهاش كل نهار، كنستعمل نهار اي نهار لا، ملي كنبغي نبيتهم كندير هاد غانساج 18 دقيقه كدور بلا طابليت بلا حتى شي حاجه، كتشللهم غير بالماء صافي مفهوم. كاين تيغبو، تيغبو ها هو فيه دقيقه و40 ثانيه، يعني كتقولي الماكينه ديالك بغيت نغسل المعنات ديالي بسرعه يعني فيها ساعة و40 دقيقة. اما ديك اكسبريس سرعة اكثر، كتقولي لا غسلي لي المعن بالسرعة القصوى هي 38 دقيقة، يعني الاطاك غسليهم ندور نشقى نسالي الشقة الجفاف د الكوزينة نلقى المعنات نشفو مفهومة البنات. بروغرام تيليشارجي يعني من التليفون ديالك تقدري تاكتيفي تيليشارجي دي بروغرام اخرين حسن من هاد لي بروغرام، يعني كل ما ال جي طورات كل ما كيخرجوا دي بروغرام زوينين. هنايا الفوق كتبدا تسيني لك الا كان نقص لك الملمع، الا نقص لك الملمع كتعرفي من هذيك العيبه كتبقى تسيني. لتحت راه الملحه كتقول لك راه الملحه زيدي الملح، كما كتسيني كما كتسيني هذا الوقت. الفوق الويفي كما كتشوفوا، كنتمنى نكون كنشرح لكم مزيان البنات، والله حتى كنشرح لكم من القلب باش هكا حتى وحده ما يبقى عندها حتى شي سؤال ونبرد لكم الخاطر في الفيديو. بغيتكم الى عجبكم الفيديو وصلتوا لفراجة هنا يدعموني باللايك، اللايك مهم البنات، والاشتراك في القناة باش ان شاء الله جايين فيديوهات زوينين ونبارطاجي معكم شي حويج زوينين انا متأكدة غيعجبكم، حيت انا شخصيا كنتفرج في هذا النوع ديال المحتوى وكيعجبني نعطي فيه حبا ليكم والله وربي شاهد. فكتشوفوا هادو هما البرامج الاساسية اللي كاينين في الماكينة، وهادو هما البرامج الثانوية اللي ممكن تستعمليهم ممكن ما تستعمليهم، يعني هادوك البرامج الاوليه الاساسيه كيقدروا يمشيو مع البرامج الثانويه بحال دابا ملتي جيل. هذا شنو كيعني؟ هذا كيعني ان الرشاش الفوقاني اللي كيديستريبي لك الماء كيخدم ببطء، كيخدم بشويه ما كيرش الماء بزاف، ولكن التحتاني كيرش الماء بزاف، يعني هذا هو الملتي جيل. هذا دومي شارج كتقدري تعمري الفوق
بالمعن والتحت خليه خاوي هانتوما، يعني كتخدمي غير الفوق دومي شارج، بغيتها تغسل ليا غير الفوق وعاوتاني كتزيدي تواركي كاين السهم لتحت، انا بغيتها تغسل ليا غير التحت، بغيتها تغسل ليا بلاصه الطناجر فهمتوا. هنا ايكونومي دينيرجي، هنا كتقولي ليها اقتصدي ليا في الطاقه. ولو وركتي على لا فابور هانتوما كما كتشوفوا وركتي على لا فابور يعني راه كتستعملي البخار، يعني كتعقم كيتعقموا عليك كاملين المعناتك. هنا كاينه طومبيراتور الفي يعني الحراره عندك المعنات فيهم نيدام ولا طناجر ولا اي حاجه، كتقولي لها خدمي ليا الحراره مجهده. هنا كاينه سيشارج انتونسيف يعني ينشفوا مزيان، هي اصلا واخا ما توركيش على هاد السيشارج راه كتنشف، ولكن الا زدتي وركتي على هاد سيشارج انتونسيف يعني راه كتنشف كثار صافي. وهنا ديبار ديفيري يعني ملي كتوركي على ديك ديبار ديفيري كتقولي لها انا ما بغيتش نخدم الماكينه ديالي دابا، خدميها ليا من مور ساعه من مور ساعتين من مور ثلاثه سوايع فهمتوا. انا اشرح لكم بحال دابا ممكن تخدمي هاد لي زوبسيون كاملين، تخدمي فابور و طومبيراتور و سيرج، انت كتبقاي تحكمي كتختاري بروغرام من دوك الاساسيين اللي شرحنا في الاول وكتزيدي دي بروغرام اخرين، بحال مثلا بغيت نغسل بطومبيراتور ولا بغيت نغسل بالفابور ولا اللي بغيت. هنا كنشرح لكم دي بار ديفيري يعني بغيتها تخدم من بعد ساعه كتزيدي تواركي، انا بغيتها تخدم من جوج سوايع شويه كتزيدي تواركي ثلاثه سوايع، يعني انت كتعمري الماكينه ديالك وكتبروغراميها يا على ساعه ساعتين ثلاثه سوايع اربعه سوايع خمسه سوايع كتوصل البنات حتى ل 12 ساعه. هانتوما تبقاو تشوفوا حتى غادي نوصل ل 12 ساعه. كنتمنى نكون كنشرح لكم مزيان، البنات اللي باقيين عندهم دي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ولا نسيت شي حاجه راه سبحان اللي ما ينسى غير كتبوا لي في لي كومونتير وانا كنجاوب جميع الاخوات، ما كاينش اللي ما كنجاوبهاش حيت كيف ما كنبغي الخير راسي كنبغي نكون شي حاجه ما فاهماش كنبغي حتى البنات حتى هما يفهموا، راه الله يحسن العوان كاينين بنات قارين كاينين بنات ما قاريش، يعني اي وحده فيكم راه ممكن تستعمل هاد الماكينه. هنا كنوريكم ملي كيشعلوا كطفيها كتختاري لي بروغرام وكتختاري دوك التناوين الاساسيين والتناوين. هنا كيقول لك فين ما تكون عندك شي نجمه وركي على 3 سكوند غادي تاكتيفا. البنات الله يسهل على اي وحده كتفرج فيا بغات تشري الماكينه ديالها وما عندهاش الفلوس ولا عندها الفلوس وكتقلب، قلبي يا اختي قلبي وشوفي لي بروغرام، شوفي هاد ال جي شنو فيها وشوفي سامسونج اشنو فيها وشوفي شوفي كاع دوري على كاع الماكينات واقتنعي، حتى تكوني مقتنعه بلي بروغرام لي باغا عاد شري الماكينه وما تزرفيش. والبنات ديما خدو من لا غون سورفاس تبقى عندكم لا غارونتي، لا غارونتي ديال الماكينه خديتها فيها عام، وبالنسبه للموتور ديال ال جي في 10 سنين، 10 سنين غير على الموتور، اما الماكينه راه على عام. والبنات اللي واخدين بحال الماكينه ديالي يبانوا عندي في لي كومونتير ويكتبوا لينا في التعليق كيفاش جاتكم الماكينه، حيت بزاف ديال الاخوات كيستافدوا من لي كومونتير وما كيستافدوش من الفيديو، يعني حنا فينا قاعده كنشوفوا لي كومونتير كنشوفوا تجربه الناس شنو كيقولوا عاد نحكموا على الفيديو واش زوين واش ما زوينش واش الماكينه زوينه ولا ما زويناش. كنتمنى يكون التفاعل في الفيديو وكنتمنى من الاخوات اللي باغات تشري الماكينه الله يسهل عليها الله يجيب لكم الرزق تشريو الماكينه وتهناو من الوقيف، حيت بزاف ديال البنات عندهم الحساسيه في يديهم ما كيقدروش يغسلوا الماعن، كاينين امهات كبار ما يقدروش يبقاو واقفين في الكوزينه، كاينين بزاف ديال الاسباب كتخليك انك تشري ماكينه ومنهم انك ما مسالياش وكتجي خدامه نهار كامل وانت خدامه كتجي عيانه كتبغي غير ترتاحي ما تبقايش قادره تبقاي توقفي في الكوزينه بزاف، يعني راه كتنفع. والبنات اللي مجربينها راه غادي يقولوا لكم الراي ديالهم فيها في لي كومونتير. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يشريوها جمعوا ليها الفلوس، راه حتى شي حاجه في هذه الحياه ما كتجي بالزربه من غير الموت، الموت هي الحاجه الوحيده اللي كتجري بالزربه. بالنسبه لي انا فصلحت الكوزينه راه خليت لها بلاصتها خاويه يعني تا دار العام، راني درت على القرعه باش قدرت نجمع ديك 7000 درهم باش نشري الماكينه ونتهنى من بزاف ديال المشاكل، حيت راكم عارفين مع التصوير والمونتاج ما كيكونش عندي الوقت، يعني ما نقدرش نبقى واقفه ساعه ساعتين في الماعن وانا كنغسل فيهم وعاد ملي نغسلهم نشفهم ونزيفهم اللهم نحطهم وبعدا نستفهم في البلاكار والحمد لله.
بنات انا في الاول ما كنتش كنعرف ليها، خسروا لي بزاف ديال المعان كانوا عندهم نقوشين، كل هذيك داك النقش اللي كان فيهم كله داب. هنا كنوريكم الى استعملتوا الماكينه وخدمتوها وبداو العيون ديال الما كيهبطوا لكم من ديك من داك الجناب، عرفوا راه الماكينه خاسره حيت نورمالمون الماء ما خاصوش يدوز من ديك البلاصه وخاصها تكون ناشفه. هنا كنوريكم استعمل جميع انواع البلاستيك، عمر البلاستيك طرا ليه شي حاجه من غير واحد الغطايه ديال الهاشوار اللي كنت ديك الساعه يلاه شارياها وفرحانه بها، الساعه جبت الربحه. ملي درتها ديفورمات ليا عواجد صافي وخسرت ليا الماكينه ديالي. وهنايا كنوريكم الطين، يعني قالوا لي بزاف البنات ما كيديروش فيها الطين، ها نتوما كما كتشوفوا درت فيها الطين بخير، موقع ليه حتى شي حاجه. ولكن الالومنيوم البنات ما ننصحكمش ديروا فيها الالومنيوم حيت كيبهات. درت واحد الكوكوط ودرت شي مقالي، عرفتوا كيخرجوا التخلات خرجوا باهتين باهتين باهتين. يعني الالومنيوم ما ديروهش في الماكينه، والبلاستيك الا كنتو كتخافوا عليه حتى هو ما ديروش. هنا كنوريكم الخطا اللي داروا لي اصحاب الديكور ديال الماكينه ديال الكوزينه. جابوا لي الماكينه حدا الماكينه الاخرى، يعني كنلقى مشكل فاش كنبغي نحل الباب، ولكن الحمد لله قديت المشكل. يعني خليت واحد سنتيم صغير ما بين الماكينه والماكينه وصافا، يعني راه ضروري تلقاي شي حاجه ماشي هي هذيك، ما يمكنش تكون عندك كامله مكموله بلا مشاكل. وهنا كنوريكم فلوطه، الله يجازيكم بخير، بزاف ديال البنات كتبوا لي في لي كومونتير جربي فلوطه راه زوين، جربي حيدي الغبره تيد غبره راه كيفرح الماكينه وداك الشيء. راني كيما كتستافدوا معايا راني استفدت معاكم ودرت بالراي ديالكم. صراحه جربتو الريحه ديالو زوينه، سورتو هاد الزرق ريحته زوينه. راه كاين فيه كاينين ثلاثه الانواع، كاين الزرق والموف وديال صابونه الحجره. صراحه خلى لي الحويج زوينين رطبين وبالمعطر فيهم الريحه، وما درت لا معطر لا حتى شي حاجه. الله يرحم ليكم الوالدين. وانا ان شاء الله راني نشارك معاكم في الفيديوهات القادمه. هنا كنوريكم بلا الماكينه ديالي فيها السوشوار، يعني من الماكينه كنلبس الحويج مع لبسه هاد الكسوه كنصور بها باش ما نلبسش شي حاجه مزيره. لبست كسوه نسكم وجاني البرد، ايوا بان ليا البلان في البينوار بين مسالي التصوير. وقبل ما نسالي البنات نسيت واحد البنت كانت قالت لي بلا الماكينه ديالها هلكاتها في الملحه. السبب ديال الملحه انك كتسالي لك دغيا هو ان الماء فيه الكالكير بزاف. الدور ديال الملحه هو ان الماء الماكينه كتعالج راسها براسها، يعني كتعالج الماء قبل ما تستعمله. يعني ديري داك التيست ديال عصر الماء اللي كيجيك مع الماكينه باش كتعرفي واش الماء ديالك اللي في المنطقه اللي ساكنه فيها واش فيها الكالكير ولا لا. الا بغيتو نشرح لكم الطريقه كيفاش كتبوها ليا في لي كومونتير حيت جاني شويه الفيديو طويل. بالنسبه للطول ديال الماكينه فيها 60 سنتيم، العرض ديالها 60 سنتيم، وضروري كتخلي واحد 5 سنتيم اخرى باش هكا بغيتي ديري لانستالاسيون ولا شي حاجه. يعني 85 خليو ما بين 64 حتى 65 سنتيم. اما الطول ديالها ففيها كتجي ديريكتومون على الضص، يعني ما دايره لا عتبه لا حتى شي حاجه. فيها 83 سنتيم، وزيدي خليو انت واحد شويه وصلها حتى لديك ديك 8 وديك 86 سنتيم بحال هكاك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، حاولت نشرح لكم من القلب للقلب حيت عارفكم كتخليو لي دي كومونتير زوينين والهلا يحرمني منكم، وانتم صراحه احسن ناس. وشكرا للمتتبعين دي المتتبعات ديالي اللي ريختكم عليا، دعموني باللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله جايين فيديوهات جداد. والسلام عليكم، تلقوا في فيديو جديد.